صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المراد بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس عام بأكثر مطر من عام؟ أكثر. ليس عام بأكثر مطر من عام. أكثر مطرا. نعم نعم يقول الله عليه: ما المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام بأكثر مطرا من عام؟ نعم. يقول: ما المراد بقوله رضي الله عنه؟ ما كمل الأثر عن ابن مسعود. ابن مسعود قصده ما هو بالمقصود نزول المطر فقط، قد ينزل المطر ولا يجعل الله فيه نبات، فما هي بالعبرة بكثرة نزول المطر، العبرة بأن الله يجعل له أثرا في الأرض وينبت. نعم.